يستخدم في طيران المنطاد. الأول عايز أسأل سؤال لفريق النجوم وفريق الأبطال، ليكوا كلكم، مين ركب فيكم المنطاد؟ أنا عن نفسي بخاف. عند الفوبيا لكن العالية بشوف، أنا بشوفه بيطير المنطاد اللي هو القبة ده الهوائية ده. طب بصراحة نفسك مين فيكم نفسه يعيش التجربة دي؟ هل بتخاف ولا بتخاف زي حالاتي ولا لا مش طالع؟ لا لا عادي ممكن. ممكن مين؟ ايه اقول اجابه لو لا. بص على طول فريق النجوم مركز في المسابقه، نفسك برضو تطلع في المنطاد ولا تخاف؟ لا عادي مش هخاف يعني اجرب ممكن يعني. يعني انا بس اللي بخاف الاستوديو. طيب يلا قول. ممكن غاز الهيليوم عشان اخف من الهواء. الله معلومه ده خلي بالكم فريق النجوم امتياز. غاز الهيليوم مش بس كده، ده كمان حلاوه مينا انه فسر الإجابة، فسر الإجابة لما قال لنا إن هو أخف غاز. دي حقيقة أخف غاز، عشان كده بيستخدم هو في البالونات والمنطاد وهذه الأمور. جميل جدا جدا، أخف أنواع الغاز.